شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة ضد قيادات فلسطينية في القدس المحتلة، ومنعت شرطة الاحتلال الحافلات التي تقل فلسطيني الداخل من الوصول إلى القدس، ونصبت العديد من الحواجز لمنع المصلين من الوصول إلى محيط المسجد الأقصى لأداء الصلاة وسط انتشار واسع لقوات الاحتلال في القدس، التي هددت بالتعامل بلا هوادة مع من أسمتهم المخلين بالنظام العام بحسب الناطقة باسم شرطة الاحتلال.